السلام عليكم. ما زلنا مع ماري مون، بطل رواية نجيب محفوظ العائش في الحقيقة، وهو لسه بيدور على حقيقة إخناتون، والسحلة دي هيتضرب في خلاط ما يعلم بيه إلا ربنا، وهيسمع كلام مريب قوي. أنا جنى عادل وهي دي السحلة. في السحلة اللي فاتت سيبنا ماري مون بياخد مركب من مرسى المراكب في طيبة، وبيشد على جزيرة متطرفة كده بعيدة عن طيبة بشوية. على الجزيرة دي بيوصل على مزرعة جميلة في وسطها قصر محندق شكله شيك، وبيقابل صاحب هذا القصر. بنشوف راجل أربعيني طويل رفيع شوية رشيق كده، وعينيه فيها حزن. مش تلزيق، لا، الراجل مكتئب فعلا. أصل إخناتون بالنسبة له ما كانش مجرد ملك، كان صاحبه وكان الملهم بتاعه وكان مؤمن بيه فعلا، بيك النحات، كبير نحاتين الملك. بعد السلامات والبرديات والشويتين إياهم، بيبدأ بيك يحكي عن علاقته بإخناتون. ما كانش زي كل ولاد الملوك. أول مرة اتقابلنا كان في المحجر بتاع أبويا. أبويا برضو كان نحات، كان كبير النحاتين بتوع أمنحتب التالت. لقيت الناس داخلين المحجر بمحفة كده شايلين عليها عيل من سني. سألت أبويا مين ده يا بابا؟ قال لي ده ولي العهد أمنحتب الرابع. كان واضح قوي إنه مش زي الناس، جسمه قليل وبين الذكورة والأنوثة، بس ملامحه طيبة ونظراته بشوشة، وبيكلم الناس عادي كده كأنه واحد منهم مش فرعون ابن الآلهة. دخل قلبي من أول مرة اتكلمنا فيها. كان بيجي المحجر في أيام معينة علشان يتمرن على النحت وتصاحبنا. مرة كان أبويا بينحت تمثال لأبوه، شافه مركز قوي وبيحنتف كالعادة، قال له أما أنتوا عليكوا شوية تقاليد يا أستاذ تخنق. أبويا قال له التقاليد يا مولاي هي اللي تقف في وش الزمن. فرد عليه وقال له وليه نقف في وش الزمن؟ في كل طلعة شمس جديدة في جمال جديد بيتولد، ليه نحط معايير جامدة للجمال ونفضل نمشي عليها؟ ومايل عليا وقال لي التمثال ده مش شبه أبويا خالص، إيه معنى إننا نخلق حاجة تعيش في وش الزمن لو الحاجة دي مش حقيقية؟ أنا عايزك تشد حيلك في دروسك يا بيك علشان لما تكبر تبقى النحات بتاعي وتساعدني أحافظ على الحقيقة. وبرغم إني معظم حياتي كنت مقضيها بعيد عن القصر في المحاجر بره طيبة، بس علاقتنا كانت كويسة. لما نزل عليه الوحي قال لي وحكالي، قلت له أنا مؤمن بيك وبإلهك يا مولاي. ابتسم وقال لي أنت تاني حد يؤمن بيا بعد ماري راع. ماري راع ده ليه حكاية تانية هنحكيها في سحلة تانية. المهم عرفت بعدها ان نفرتيتي هي كمان امنت بيه من وهي لسه في بيت ابوها من قبل ما تشوفه، ولما اتجوزوا كان طاير من الفرحه. ما كانش فرحان انه اتجوز ست جميله وبتحبه، كان فرحان انها مؤمنه بيه وبالهه. لما اتوج ملك اعلنت ايماني بيه تاني قدام الناس كلها، وهو عيني كبير النحاتين. ولما جاله الوحي بالهجره سبقته معايا 80,000 عامل من اشطر الصناع. بنيت مدينته الجديده بايديا، حطيت فيها من روحي ومن نور الاله الواحد ومن الحقيقه اللي كان بيحبها وعايز يحافظ عليها. ولما جيت أنقش صوره وأنحت تماثيله وصاني الحقيقة يا بك، الحقيقة وبس، كل عيب في جسمي وفي شكلي عايزك تنقله زي الحقيقة. الإله الواحد خلق الجمال أشكال وألوان، مش محتاج حد يعدل على خلقه. بالمناسبة الكلام ده مش بعيد عن الحقيقة فعلا. الفترة بتاعت إخناتون أو فترة العمارنة وكل الفنون اللي اتعملت فيها، فنون العمارنة النقوش والمنحوتات، مختلفة تماما عن الستايل الفرعوني التقليدي. يعني بتلاقي كيرفات، ديفوهات، حتى تمثال راس نفرتيتي المعروف النحات اللي عمله حط طبقات من الجبس علشان تطلع لها تجاعيد. بيكمل النحات كلامه، إخناتون كان كلامه من دنيا تانية، دنيا النور والجمال والسلام. طبيعي ان الموظفين والجنود والكهنة، الناس اللي عايشين في الدنيا دي وغرقانين في متاعها وميتين عليها، يفتكروه مجنون او كافر، ما فهموش رسالته الرقيقة. كان فنان، تعرف انه كان بيكتب شعر وكان بيرس، ده حتى نحت بايديه تمثال لنفرتيتي كان في منتهى الجمال، بس يعني لما سابت له البيت شال عين التمثال الشمال، بس مرضيش يكسره، كان عنده أمل إنها ترجع له. الله أعلم التمثال ده فين دلوقتي، يمكن في قصره في أخيتاتون ولا حتى في قصر نفرتيتي. كسرت قلبه لما مشيت، أنا متأكد إنها كانت بتحبه زي ما هو بيحبها، وقفت معاه طول مشواره. عمري ما فهمت هي سابته ليه في اللحظة دي. اللي بيكرهوها قالوا إنها نطت من المركب قبل ما تغرق، خافت يقتلوه يقتلوها معاه، لكن لو الموضوع كده كانت راحت طيبة وحاولت تلاقي نفسها مكان في الدولة الجديدة، لكن أنا ما صدقش عنها حاجة زي دي، ولحد دلوقتي ما عنديش أي تفسير هي ليه سابته. لما الفساد انتشر والمؤامرات زادت قلت له يا مولاي طب ما نستخدم القوة علشان نحمي السلام والحب. قال لي يا بك المجرمين دايما بيلاقوا مبررات علشان يبرروا أفعالهم، دايما بيقولوا انهم بيحافظوا على حاجة مقدسة، وانا مش مجرم وعمري ما هبقى مجرم. كان بيحب كل الناس وكل المخلوقات، عمره ما عاقب حد، وكان بيحبني وبيعطف عليا. لما خد باله ان انا معجب بموت نجمة اخت نفرتيتي طلبها لي بنفسه، ولما رفضتني وساني بنفسه. مالهمش في الطيب يا بك يا طيب. فضل لآخر لحظة مؤمن إن إلهه مش هيخذله. أنا نفسي إيماني كان بيروح ويجي مع كل اللي بنشوفه حوالينا، لكن هو لأ، كان مؤمن بجد وكان متأكد. لما جالنا الأمر بإخلاء أخيتاتون قلت مش همشي، رحت له وقلت له يا مولاي نموت سوا يا ننتصر سوا. قال لي يا بك امشي بمزاجك بدل ما تمشي غصب عنك.
سألته هو الشر ممكن ينتصر؟ قال لي يا بيك ولا الشر بينتصر ولا الخير بينتصر، احنا ما بنشوفش غير لقطة سريعة قوي من الزمن، وأعمارنا القصيرة والموت دايما واقفين بيننا وبين الحقيقة الكاملة. بعدها قابلت الحكيم آي وقلت له مش همشي. قال لي الصفقة اللي بيننا وبين الكهنة إن كلنا نمشي علشان يسيبوه يعيش، ما ينفعش حد مننا يفضل يا بيك، انت كده بتعرضه للخطر، لو كان ينفع حد يقعد كنت قعدت، انا حماه وانا اللي مربيه. جيت على مزرعتي هنا وحلفت مطلع منها لاخر حياتي. لما وصلني خبر موته بكيت عليه لحد ما نفسي انقطع، قلت اكيد مشون عشان يستفردوا بيه ويقتلوه، مسموم بقى ولا مسحور. لحد النهارده اوقات بصلي وادعي له، واوقات بغضب على الاله اللي خذله وتخلى عنه وبقطع الصلاه. ما كانش يستاهل كده يا ميري مون، من بعده ما عنديش اي حاجه اعيش عشانها، اديني قاعد بستنى الموت زي ما مدينتي مستنيه النسيان والخراب. ميري مون طبعا اللي هو الراجل ده هيخليني اعيط ولا ايه؟ خلاص يا فنان وحد الله، مش انتوا اصلا عملتوا كل ده عشان توحدوا الله؟ وحد الله في قلبك كده وادعي له بالرحمه، ويا دوب اطير انا بقى علشان عندي ميعاد في طيبه. سلام عليكم. وبياخد ميري مون المركب وبيرجع على طيبه، وبيروح على قصر فيه شمال طيبه فيه 300 عبد بيخدموا ست واحده بس. لا مش نفرتيتي يا فلحه، ما احنا قلنا نفرتيتي لسه قاعده في اخيتا توني. صاحبة القصر ده تبقى تادو خيبة بنت تشراطة ملك ميتاني. تشراطة وأمنحوتو بالتالت كانوا صحاب، وتوثيقا لهذه الصداقة وعشان العلاقات الخارجية اتجوز أمنحوتو بالتالت تادو خيبة وهي عندها 15 سنة، مع ان هو وقتها كان عنده 60 سنة. ميري مون لما شافها لقاها ست في الأربعينات بس. ايه قمر يا ابن الايه يا أمنحوتو بالتالت؟ وابتدت تادو خيبة تحكي عن الفترة الغريبة دي من تاريخ مصر. كنت آخر واحدة اتجوزها الملك أمنحوتو بالتالت، كل الحريم كان بيغير مني، كنت أصغرهم وأحلاهم، والملك كانت روحه فيا. بس أنا من ساعة ما سبت بلدنا ووصلت القصر ده وأنا بستغرب على أحوالي. إيه تي دي اللي عملها ملكة على مصر؟ زيها بالمئات جواري في قصر أبويا، وإيه ولي العهد اللي خلفتهوله ده لمحصل ولد ولا بنت؟ لما أمنحوتو بالتالت مات حاولوا يلزقوها فيا، مفروسين مني. قال إيه؟ ما كانش فيه صحة للجواز وأنا اللي جبت أجله. الله، طب وأنا مالي؟ هو أنا ضربته على إيده؟ بس تعرف كان أهون عندي إن أنا أقضي حياتي كلها مع أمنحوتو بالتالت العجوز الكركوب ده، ولاني اقعد يوم واحد بس مع الشيء المقزز اللي اسمه اخناتون. على الاقل امنحوتو كان فرفوش كده وكله حيويه رغم ان صحته في الباي باي طبعا، انما التاني ده كان نكته الحريم عندنا. قال ايه؟ بيحب يرسم ويغني ويقول شعر ويقعد قدام الشمس يتامل، لا ليه في المبارزه ولا ليه في الصيد ولا ليه في الستات من اصله. كل الهذيان بتاع الالهه والدين الجديد بتاعه ده كان بيوصل الحريم عندنا، بس بصراحه ما كانش في حد مهتم. لحد ما امنحوتو بالتالت مات وورث العرش هو واللي اسمها نفرتيتي، وبقينا حريم اخناتون بالاسم بس، انما بالفعل كان بيعملنا زي ما يكون قطط، اكل ولبس وهدايا وبس. ما قربش الواحده مننا لحد ما الحريم ابتدى عياره يفلت، بقينا نقول مش يسيبه من الثورات والالهه والهم ده ويركز معانا شويه، وبقى يتقال ما هو لو كان ليه في الستات كان ركز. ورغم كده نفرتيتي غارت وجت تشوف الحريم، كلنا كنا عارفين هي جايه ليه، جايه تشوفني انا الوحيده اللي من سنها واحلى منها، مع العلم ان ابويا ملك، ابوها هي حته موظف في الدوله، اول واحد اعلن ايمانه باخناتون لما بقى ملك، واول واحد اتخلى عنه لما اتهزم. الحريم وقفوا لها صفين كده يستنوها، وقفت في اخر الصف، ولما جت قابلتني وقفت لها راس براس، فرت والدم راح من وشها. وعرفت بعدها انها طقشت مع الملكه الام لما قالت لاخناتون الحريم له حق عليك وخصوصا انا. ولما الحيلة ابن امه سمع الكلام وجالي في الحريم لبسته وتزوقت واستنيته زي الاصول، اول ما شفته بطني قلبت من منظره، لقيته راح قاعد على طرف السرير كده وقال لي انت تحبي تخلفي مني؟ دي حاجه تسعدك؟ حاولت اخبي قرفي وقلت له ده واجبي يا مولاي. قال لي وانا واجبي ان انا انشر الحب؟ قلت له انت جاي الليله دي هنا علشان بتحبني؟ قال لي ما تاخديش في بالك، وبس راسي ومشي. طبعا ما جبتش سيره لحد باللي حصل، قصدي باللي ما حصلش، وافتكروا ان انا بقيت شريكه نفرتيتي فيه، قلت وماله ادينا بنتفرج. بعدها بكام سنه خدنا هيلا بيلا كده زي الغنم على اخيتا تون، ورمانا في القصور من غير ما يبص في وش واحده فينا. ولما اتعرف ان الملك الجديد ما بيعاقبش حد وبيعالج الانحلال بالحب، الحريم فلت خالص، حصل عك كتير قوي مع الجنود وقتها. بقينا نروح المعبد بتاعه نصلي زي اللي بيصلي، ولا واحده فينا مؤمنه باللي هو بيقوله. بقيت ابص حواليا واستغرب، ازاي حد يبقى غبي كده؟ ازاي بني ادم قدر يخلق امه كامله من المنافقين؟ وازاي يتصور ان الدنيا الواسعه دي كلها ملهاش غير اله واحد؟ ده يا دوب كل اقليم محتاج اله لوحده عشان ياخد باله منه، وكل حاجه في حياه البني ادم محتاجه لها اله يكون متخصص فيه. وحب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ده كلام عيل صغير ناقص ربايه. الحب بتاعه ده كان السبب في ان ابويا انا مات لما بعت يطلب منه جيوش ورفض يساعده. كانوا بيقولوا انه فنان وشاعر مكانه في المرسم مش على العرش، وانا بقول انه ما كانش كده، كان عنده عقده نقص عشان لا محصل راجل ولا ست، ما بيعرفش يشيل سلاح، خلى كل المحاربين اللي في البلد ما يشيلوش السلاح،
عشان ما يبقاش في حد احسن منه، ونفرتيتي طوعته في كل الجنان ده علشان ما كانتش عايزه حاجه غير السلطه. تشوفهم بيبوسوا بعض في الشارع تقول دول اسعد زوجين، لكن الحقيقه انها كانت واخده سلم لعرش مصر. اما الحب كانت مخليه للرجاله اللي بجد حور محب وبيك النحات ومي قائد الجيوش، هم دول ولاد بناتها الست. والكلام في الحريم عندنا كان انه عارف، وانه عمره ما لمسها، وانه عمره ما عارف يعمل اي حاجه مع اي واحده غير الملكه تي ام. طبعا ميريمون قاعد مخضوض زي ما كلنا مخضوضين دلوقتي، اللي هو ايه ست الباكابورت اللي فتح في وشي ده، انا جاي ادور على الحقيقه عادي، ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ مش مصدقني؟ طب ايه رايك انه كان مخلف بنت من امه، وان في جواري عندنا في الحريم شافوهم مع بعض اكتر من مره؟ امال انت فكرك هي ونفرتيتي ما كانوش بيطيقوا بعض ليه؟ كانوا بيتخانقوا عليه. ولو اني الصراحه مش شايفه حاجه تستاهل حد يتخانق عليها، اللي يسمع اللي عمله في مصر ووقفته في وش الكهنه يقول يا ما هنا يا ما هناك، وهو لولا صدفه انه اتولد ملك كان زمانه متسول في الشارع العيال بتلعب بيه الكوره، وهي لولا صدفه انها عجبته وعملها ملكه مصر كان زمانها في الشارع برضه بتقلب رزقها. لما الملكه الام جت لنا اخي تاتون وحاولت ترجعهم على طيبه علشان مش قادره على فراقه، نفرتيتي ولعت من الغيره واتهمتها انها بتتآمر مع اعداء العرش. ولما اتحمق ودافع عن امه وحبيبته الوحيده، نفرتيتي ما نسيتهالوش وانتقمت منه انها سابت له البيت لما الكل تخلوا عنه. وياما حاولت تتحايل على الكهنه بعد ما مات علشان يسامحوها وترجع طيبه، يمكن كانت منظره على الفرعون الجديد توت عنخ امون عايزه تتجوزه هو كمان، بس الكهنه قالوا لها انهم لو شافوها في طيبه هيقطعوها، ولولا انهم عملوا خاطر لحبيب القلب حور محب كان زمانهم راحوا لها لحد اخي تاتون وقتلوه. وهي دي يا سيدي الحقيقه اللي انت جاي تدور عليه. شكرا يا ستي، ما نجيلكيش في حاجه وحشه ولا حاجه حلوه ولا نجيلك تاني اصلا، ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ معقول يكون كلامها فيه اي اثر للحقيقه؟ معقول كان في علاقه بين الفرعون وامه؟ يعني لو اخته كنا قلنا ماشي دي التقاليد في مصر القديمه، لكن امه؟ ولا يمكن علشان تدخيبه كانت عايشه في الحريم ومش فاهمه بالظبط ايه اللي بيحصل؟ طب ما بيك النحات كان عايش في المحاجر بعيد عن القصر ورايه مختلف تماما، اللي يسمع كلامه ويسمع كلامها يقول ان هم مستحيل يكونوا بيتكلموا على نفس الشخص. هل علشان ابوها مات لما اخناتون رفض يبعت له الجيوش، ولا عشان اخناتون رفضها هي شخصيا؟ انتوا رايكم ايه؟ قولوا لي في الكومنتس، ولو عجبتكم السحله دي لايك شير واسحلوا اصحابكم، والمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.